بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الفعال لما يريد، خلق الخلق لعبادته، وأكرم من شاء بحبه وطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه خاتم أنبيائه وأشرف رسله وأقرب الخلق منه وأرفعهم درجة عنده صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله حول أعظم حديث شريف وأكرمه روي في صفة أولياء الله، حديث قدسي ورد في كيفية أو في صفة أولياء الله ومقامهم عند الله، إنه ما صح وثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث، هذا الحديث القدسي العظيم يتضمن فوائد جمة تتعلق بأولياء الله ومكانتهم عند الله، وبالوعيد الشديد لمن عاداهم وآذاهم. فمن هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ وما هي أسباب تلك الولاية؟ وما هي آثارها؟ وما هي المعاداة التي توعد الله عليها وآذن وأعلم وأشعر بحرب من يفعلها؟ وبما تكون المعاداة؟ وما هي نتيجة تلك المعاداة؟ هذه فقرات سنتحدث عنها بقدر وجيز في هذا المقام، لعل الله ينفعنا بما نسمع ونقول. من هم أولياء الله؟ الولي في اللغة
المعنى اللغوي للولي. طبعا أولياء الله جمع ولي، والولي القريب والمحب والنصير. الولي في اللغة يطلق على المحب وعلى القريب وعلى النصير، ويطلق على راعي الشيء وحاميه. هذه معاني لكلمة ولي في اللغة. أما المعنى الشرعي وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، ولي الله، أولياء الله، فهو أيضا يأخذ من هذا المعنى اللغوي. فولي الله هو القريب إلى الله تعالى، العالم به، المتحبب إليه بطاعته، المخلص لله في عبادته. من كانت هذه صفاته فهو ولي من أولياء الله. ولا تقتصر الولاية على بعض من ادعيها من غير عبادة صحيحة كما سنرى. وقد عرف القرآن الكريم ووصف أولياءه بصفة أو بصفتين في كلمتين موجزتين. يقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه البشرى. لكن من هم؟ قال سبحانه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فصفات الله، صفات ولي الله المميزة له عن غيره تتلخص في كلمتين: الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى. ويمكن بعض تفاصيل هاتين الكلمتين فيما أشار إليه الحديث من أسباب الولاية. فقد أشار الحديث إلى الذي معنا إلى أسباب الولاية، وتتلخص في ماذا؟ في التقرب إلى الله بالفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأيضا بالاستمرار والاستزادة في النوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذا يحقق المعنى الذي اختصره القرآن في الإيمان والتقوى. فالسبب الأول في ولاية الله للعبد وولاية العبد لله لربه هو التقرب إليه بالفرائض، ثم ينشأ حتى يحبه، ثم ينشأ عن ذلك الحب ما ينشأ من ملازمة الطاعات والتوفيق من الله للعمل بما يرضي الله. والفرائض كما ورد في الحديث: مما افترضته عليه. ما افترضه الله على العبد لفظ عام. الفرائض يشمل جميع ما افترض الله على العباد من فعل الواجبات وترك المحظورات والمحرمات، ويشمل فروض الأعيان وفروض الكفايات. فروض الأعيان معلومة مثل الصلاة المكتوبة والزكاة المقدرة وصوم شهر رمضان والحج للقادر عليه، وقبل ذلك كله الإيمان. الإيمان بالله والتصديق بمن أرسلهم من الرسل، وأشرفهم وأعظمهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان إيمان ويقين بالقلب بأن الله هو الواحد الأحد المستحق للعبادة، إيمان بالقلب ونطق باللسان
وذلك عنوان الدخول في دين الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ومما يشمله قوله تعالى في هذا الحديث القدسي ما افترضت عليه فروض الكفايات كما قلنا، وفي مقدمتها طلب العلم الشرعي إلى درجة القدرة على معرفة أحكام الله أخذًا من نصوصها الشرعية واستنباطًا من مفاهيم دلالات تلك النصوص والعلم بمواقع الإجماع والاختلاف بين أئمة الهدى وأعلام الشريعة والعلم بمقاصد الشرع وحكمه. هذا القدر من العلم فرض كفاية. نحن نعلم أن العلم نوعان من حيث فرضيته، فرض عين وهو ما يجب على كل مكلف أن يعرفه فيما يتعلق به خاصة في عبادته ومعاملاته، وهذا ورد فيه الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفرض كفاية وهو ما زاد على ذلك مما يستطيعه بعض الناس الذين اختصهم الله بهذا والذين بذلوا جهدهم ووقتهم في طلبه حتى حصلوا. فهذا القدر من العلم فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة من يصل إليه ويحصله حتى يبينوا أحكام الله للناس ويرشدوهم إلى طريق النجاة والخير والفلاح. هذه الدرجة لا يستطيعها ويحصلها إلا فئة قليلة من الناس، هم العلماء الربانيون، وهم الذين عرفوا الله حق المعرفة وعبدوه حق العبادة، وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويأتي في مقدمة أو مقدمة هؤلاء من صحابة بعد الأنبياء، بعد الأنبياء يأتي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه فنصروه واتبعوا النور الذي جاء به وتعلموه وعلموه ونقلوه لنا، فاستحقوا أن يكونوا أكرم البشر على الله بعد أنبيائه. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء الربانيون هو أولهم، أول من يدخل في معنى أولياء الله، في معنى الولي لله كما ورد في هذا الحديث. سنرى فيما بعد كيف أن أشد المعاداة من الكفار والمنافقين وأهل الزيغ والإلحاد إنما تكون لأهل العلم والدين. ذاك السبب الأول الذي هو فرض الواجبات، والفروض منها فرض الكفاية للولاية. أما السبب الثاني كما ورد في الحديث لولاية العبد لربه وولاية الله للعباد فهو التزام النوافل وكثرة التقرب بها إلى الله، كما نص على ذلك الحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الاستمرار على نوافل العبادات من صلاة وصدقة وصوم وحج وعمرة وبر وإحسان وغيرها سبب ظاهر لمحبة الله والقرب منه وموالاته ونصرته، بشرط أن يأتي ويحافظ أولا على الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم تأتي المواظبة على ومزيد من النوافل. آثار تلك الولاية لولاية الله آثار حميدة على صاحبها، عظيمة جليلة. بيّن الحديث من الآثار والمنزلة الكريمة الناتجة عن سببي الولاية وهما التزام الفرائض والواجبات والاستمرار على النوافل والطاعات. قال الله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي بعد الفرائض حتى أحبه. هذه النتيجة العظمى وهي ماذا؟ حتى أحبه، حب الله لعبده.
هي الثمرة والثمرة الأسمى لأداء الواجبات والتزام النوافل والطاعات، إنها محبة الله. انظر أخي العزيز إلى ثمرة تلك المحبة، فإذا أحببته ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال شراح الحديث إن هذا يعني توفيق الله، توفيق الله وتسديده لعبده القائم بفرائضه الملازم لطاعة ربه، توفيق وتسديد ليكون مسددا موفقا فيما يأتي من الأعمال والتصرفات، فلا يسمع إلا ما فيه نفعه في الدنيا والآخرة، ولا يجعل من نعمة السمع وسيلة إلى معصية فيسمع بها ما لا يريد الله منه أن يسمع، بل يكون من الذين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ولا يستعمل ما أنعم الله عليه ما أنعم الله به عليه من حاسة البصر إلا فيما يرضي الله، فلا ينظر إلى ما حرم الله، بل يستعمله في الطاعات وما يقوي إيمانه إذا رآه. وكذلك من نتائج محبة الله للعبد أن يوفقه في أن يكون ما يتناوله أو يعمله بيده كنت يده التي يبطش بها، ما يتناوله أو يعمله بيده تبعا لما يريد الله من العبد أن يفعله بيده، وهذا معنى قوله ويده التي يبطش بها، فلا يبطش حين يبطش إلا فيما يعود عليه بالخير والفلاح في الدارين، كقتال أعداء الملة والدين وردع الظلمة والمعتدين ونحو ذلك من أعمال البر وما يقوم به باليدين. ومن ثمار محبة الله للعبد أن يوفقه في حركته وسيره، فلا يمشي به أو تمشي به قدماه إلا إلى ما فيه بر وإحسان وخير، وخير له ولمن حوله ولدينه وأمته وأهله، فلا تجده إلا ساع إلى المسجد أو لقضاء حاجة محتاج أو لعيادة مريض أو لزيارة صديق أو قريب أو للصلح بين خصمين بين متخاصمين أو للتوفيق بين مختلفين أو لطلب علم أو لتحصيل رزق حلال أو نحو ذلك مما هو طاعة لله سبحانه وتعالى. ويتوج هذا التوفيق والتسديد بأن يكون العبد مستجاب الدعوة، وإن سألني لأعطينه. هذا هو المقام عند من وصل إلى درجة العليا في الولاية، وإن سألني لأعطينه، وعد صادق من الله لمن صدق مع الله بإخلاص العبادة وتحقيق التوحيد. ولا شك أن المؤمن مستجاب الدعوة عموما، المؤمن الصادق في إيمانه وإن كانوا هم درجات عند الله، لكن من تحقق فيه الحد الأدنى من أداء الواجبات وفعل المستحبات فهو كما قال الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم درجات، دعوته مستجابة كما ورد في الحديث أن دعوة المؤمن مستجابة إلا أن يمنع منها مانع من العوارض التي تمنع استجابة الدعوة كما هو معلوم.
وتلك الاستجابة على درجات في التحقق، على درجات في التحقق بحسب رسوخ إيمان العبد ويقينه من وعد ربه. فقد تحصل الإجابة لعين الطلب سريعا، وقد تتأخر في الدنيا لأمر يريده الله أو يريد الله به خيرا للعبد المؤمن، وقد يصرف بها عنه مكروه وضرر أعظم من نفع ما طلب، وقد تدخر له في الآخرة. وهذا الأخير يعادل كل ما يظنه المرء نفعا وخيرا في الدنيا، فقد تأتي له في آخرته وهو أحوج ما يكون إلى ما يقربه إلى جنة النعيم ويرفع درجاته فيها. ثم قال الله في هذا الحديث بيانا لأثر محبته لعبده: ولئن استعاذني لأعيذنه. الاستعاذة حقيقتها هي الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. استعاذ فلان بفلان، أو استعاذ فلان بكذا، أو استعاذ المؤمن بالله، يعني فر إلى الله، هرب إلى الله، لجأ إلى الله، في هذا المعنى الخاص بالاستعاذة من الله بالله، يعني لجأ إليه. استعاذة بالله هي اللجوء إليه والاستجارة به دون غيره من الخلق. وقد وعد الله من يحبه بأنه سيعيده من كل مكروه يلجأ إليه خوفا منه، وأكد وعده بالقسم: ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه أو هذا هؤلاء هم أولياء الله، وهذه صفاتهم، وهذه البشارة التي جاءت في هذا الحديث لهم. ومن أعظم ما لهم عند ربهم ما ذكره أو ما ذكر في هذا الحديث من توعد الله سبحانه وتعالى من يعادي وليا من أوليائه. توعده بماذا؟ قال بأن آذنه يعني أعلمه وأشعره بالحرب. ذلك المعادي لله يعلم من الله أنه محارب لله، وأن الله محارب له، ومعنى ذلك إهلاكه. من حاربه الله أو من أعلن الله حربه فقد أهلكه ولا نصير له. ولا شك أن الهلاك المتوعد به قد يكون سريعا في الدنيا، وقد يكون في الآخرة وهو أشد، ولعذاب الآخرة أشد. هذا البيان والإيذان بالحرب ورد في النصوص الشرعية في موضعين. الإيذان بالحرب من الله ورد في النصوص الشرعية في موضعين: ورد في القرآن على فعل الربا، وورد في هذا الحديث على معاداة أولياء الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن نهى عن الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والموضع الثاني هو هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وذلك يدل على خطورة الفعل المتوعد عليه وأنه من أكبر الكبائر. فمعاداة أولياء الله بسبب تمسكهم، معاداة أولياء الله الذين رأينا صفتهم، ليس بسبب مصالح دنيا وخلافات دنيا. هذه قد تحصل حتى بين أولياء الله أنفسهم، بين المؤمنين، يعني خصومات نحو ذلك. لا، المقصود هنا معاداة وأولياء الله بسبب تمسكهم بدينهم، معاداتهم بسبب تمسكهم بدينهم لا تكون إلا من أهل الكفر والعناد ومن أهل الزيغ والنفاق. من مظاهر معاداة
أهل الزيغ والنفاق للمؤمنين لهم للمنافقين باع طويل في معاداة المؤمنين، ولهم أساليب كثيرة، منها ما يظهر ومنها ما تخفي صدورهم وهو أعظم وأكبر. إنك تجدهم يسخرون من المؤمنين ومن أهل الدين ويصمونهم بأقبح الصفات، وقد أخبر القرآن عنهم وعما يلاقونه في الآخرة من الهوان بسبب تلك السخرية، يسخرون من المؤمنين. يقول الله تعالى في خطابه للكفار وهم في نار جهنم، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، منتهى الإذلال مع العذاب. اخسأوا فيها أيها الكفار والمنافقون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ليش؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يقول الله تعالى أيضا في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم في الآخرة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب، سؤال تقرير، استفهام تقرير، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بلى، ثوبوا، جوزوا، حوسبوا على ما كانوا يفعلون. لو نظرت الآن في الدنيا الآن ماذا ترى؟ ترى أهل الزيغ والضلال والنفاق والكفر وإلى آخره ينكرون على المؤمنين، يسخرون منهم، يستهزئون بهم، يضايقونهم في معيشهم إلى آخر ما هنالك من الأذى. وهذا ما عبر عنه القرآن بأنهم يسخرون من المؤمنين ويضحكون منهم ويستهزئون بهم إلى آخره. هذا شأن وديدن المنافقين منذ بعثة الرسل إلى أن تقوم الساعة. ماذا كان يقول المعاند ومخالف الأنبياء عن أنبيائهم؟ يصفونهم بالجنون وبالكذب وبالافتراء بكذا إلى آخره. ماذا لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من الكفار والمنافقين؟ نفس الشيء، الأمر أو الشيء الذي يصنعه كثير من الناس في زماننا هذا ضد كل من يظهر دينه ويتمسك به. من مظاهر معاداة المنافقين لأولياء الله المؤمنين بغضهم لهم باطنا وظاهرا. المنافقون يبغضون المؤمنين، يبغضون أهل الدين باطنا في قلوبهم وظاهرا على ألسنتهم، ويتمنون لهم ما يضرهم ويحسدونهم على ما آتاهم الله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. هذه واحدة، يتمنون كل ما يضركم ويتعبكم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم، يعني تعاملونهم بصفاء، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله
وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ثم يبين الله خصلة أخرى فيهم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ومن أشد معاداة أهل النفاق والزيغ لأولياء الله عداوتهم للعلماء والطعن فيهم وتنفير العامة منهم والتشكيك في أقوالهم وأعمالهم. وانظروا ماذا واسمعوا ماذا ترون في وسائل الإعلام في هذا الزمان. سبب معاداة أهل الزيغ والنفاق للعلماء هو ما يعلمه هؤلاء المنافقون من حاجة الناس إلى العلماء ومن تأثير أهل العلم في الأمة وحفظ ثوابت الدين وتنوير أتباع الملة بدينهم وتقوية علاقتهم بربهم وإزالة الغشاوة التي يحدثها المشككون في بصائرهم وعقولهم. لهذا الأثر لما للعلماء من تأثير كبير ولما لهم من مقام رفيع عند الله يجهد المنافقون جهدهم للنيل منهم والحط من قدرهم حتى يخف أثرهم ويبتعد الناس عنهم فيكونوا الناس الخلق المؤمنون فريسة للشهوات والشبهات التي يثيرها هؤلاء المنافقون ويروجون لها. إن حاجة الأمة إلى علمائها أشد من حاجتهم إلى الهواء الذي يتنفسونه والماء الذي يشربونه والطعام الذي يأكلونه والطبيب الذي يعالجهم، لأن ذلك في ذلك محافظة على الأبدان والأجسام، والعلماء يحافظون على القلوب والأرواح والإيمان. من عظيم مكانة العلماء عند الله أنه سبحانه وتعالى استشهد بهم وأشهدهم على أعظم مشهود عليه وحدانيته سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: استشهد سبحانه وتعالى بأولي العلم على أجل مشهود. استشهد سبحانه وتعالى بأولي العلم على أجل مشهود وهو توحيده. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه، منها استشهادهم دون غيرهم من البشر، لا الأمراء ولا الكبراء ولا الأثرياء ولا الأغنياء ولا الأقوياء، لا، أولي العلم. واستشهادهم اقتران استشهادهم بشهادة الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو قائم بالقسط والملائكة، واقتران شهادتهم به سبحانه وتعالى بشهادته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدوا أنه لا إله إلا هو وأولي العلم مع شهادة ربهم وشهادة الملائكة شهدوا أنه لا إله إلا هو. ذلك كل يدل على تزكيتهم وتعديلهم، لأن الله لا يستشهد إلا بالعدول من خلقه. هذه المنزلة للعلماء عند الله وذلك الأثر في الدين والحياة كما رأينا. فإذا رأيت مبغضا للعلماء منتقصا لهم فاعلم أنه منافق معلوم النفاق، لا يبغضهم إلا منافق. وليحذر هؤلاء المنافقون من محاربة الله لهم المؤدية إلى هلاكهم.
من أسوأ معادات أهل الزيغ والفساد لأولياء الله ما يظهره بعض أهل البدع من البغض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل البدع الرافضة خاصة يظهرون البغض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينالون منهم ويقعون في أعراضهم، بل في أعراض بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. هؤلاء الصحابة هم حملة الدين ومبلغوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحق هؤلاء المبتدعة ذلك الوعيد الشديد، فوقع عليهم من العذاب المعنوي في الدنيا أن جعلهم يعتقدون ويلهجون بألسنتهم بسخافات يضحك منها الصبيان، فضلا عن العقلاء من بني الإنسان. واسمع، ابحث وانظر في مواقع الشيء الرافضة خاصة، انظر ماذا ترى. ما تسمع، اسمع ماذا ترى. عجب من أشياء التي لا يتصورها العقل ولا يصدقها العقل من الترهات والسخافات يعني الأشياء التي لا يقولها عاقل ويعتقدون ذلك. هذا مسخ وعذاب معنوي من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، وينتظرهم أشد من ذلك من العذاب المادي الحسي الذي ينتظرهم يوم يلقون الله ويوم يخاصمهم أولئك الأبرار بين يدي الملك الجبار. من فوائد هذا الحديث بالإضافة إلى ما سمعنا من كلام أو من صفات المؤمنين ومن الوعيد على معاداتهم، من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمؤمن، بل يجب، هذا هو المفروض، تقديم الفرائض الواجبات والعناية بها، وألا يشتغل الإنسان بالنوافل عن الفرائض. أولاً يبدأ بالفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم بعد ذلك خذ من النوافل ما استطعت. ونحن يا إخوة على أعتاب شهر كريم، شهر رمضان، وشهر رمضان والحمد لله عند المؤمنين يرهف فيه الإحساس وترق القلوب تقوى النزعة إلى فعل الخير والبر والإحسان والعمل الصالح، وهذا أمر من فضل الله على المؤمنين وهو حسن جدا. لكن بعض الناس هداهم الله يبالغ في الحرص على النوافل، ولعله بسبب ذلك يقصر في بعض الفرائض. هذا لا ينبغي. النوافل والاستمرار عليها كما ورد في الحديث وما يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل لا تؤدي إلى المطلوب الذي هو محبة الله إلا بعد أن تأتي بالفرائض. يعني مما نراه وقد ترونه في شهر رمضان يكثر الحرص من الناس على صلاة التراويح جماعة، وتجدهم يتسابقون وتزحمون، وتجدهم في المساجد وفي الحرم هذا كما ترون إلى آخره، لكن ربما ذلك الحرص قد يؤدي ببعضهم إلى أنه يقصر قليلا في الفريضة، في فريضة، فصلاة العشاء صلاة الفريضة قد يتأخر عنها قليلا أو كذا إلى آخره، لكن يشتد حرصه على حضور صلاة التراويح. فابدأ بالفريضة ثم احرص على ما شئت من الفرائض من النوافل. كذلك مثلا من الأمثلة التي عندنا هنا في الحرم من الأمور المفروضة والمطلوبة فرضا ونفلا العمرة والحج، الحج والعمرة، وللحج والعمرة مناسك، ومن مناسك العمرة مثلا الطواف، وهي من مناسك الحج كذلك الطواف بالكعبة. طواف بالكعبة ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، هذا فرض، نعم تؤدي. حق المؤمن وحياته وعدم إيذائه أمر يعني محظور، حق المؤمن واجب وحماية حياته أمر واجب، وإيذاؤه
والتسبب في إيذائه بأي سبب شيء من الأذى محظور. بعض الناس في الطواف مثلا قد يدفعه حرصه على أداء الفريضة متصور كاملة، وهو لا شك أنه ينبغي له أن يكملها صحيحة، لكن يحرص على القرب من الكعبة، ويحرص على استلام الحجر، ويحرص على صلاة نافلة خلف المقام، وهذا قد يؤدي إلى ضرر بالناس الضعفاء والمساكين غير المرضى وغيرهم من الذين يطوفون بالبيت، فينتج عن ذلك ضرر للمسلم، وحق المسلم أشد كثيرا من مسألة أنك تؤدي نافلة من النوافل، وغير ذلك من الأمثلة التي يعني قد يسترسل الإنسان في النافلة ويترك الفريضة. والحديث هذا جعل قاعدة أن أحب ما يتقرب به إلى الله هو الفرائض، وما يزال العبد المؤمن بعد الفرائض يتقرب إلى الله، فاحرص على الفريضة ثم ائت بالنافلة من النوافل بما شئت. هنا أيضا الحديث أشار إشارة صريحة أو واضحة إلى ما بماذا تكون الولاية، وقد تكلمنا في شرح تكون الولاية بماذا؟ بالتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل بما شرعه الله سبحانه وتعالى، وعبادته والإخلاص إخلاص عبادته الولاية. ويصح لكل مؤمن أن يكون وليا لله من أولياء الله، إن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. أنت مؤمن مصدق بالله ورسوله موحد لله مؤمن، ويتقون التقوى يعني التزام الطاعات وترك المحظورات، إذن فأنت من أولياء الله، فكل مؤمن تقي هو من أولياء الله. وليست الولاية محصورة في بعض الناس كما يزعم بعض أهل البدع من أن والله فلان ولي الله. ليش ولي الله؟ قال لك لأنه خلص وصل إلى درجة من القرب حتى وصلوا إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية، وصل إلى درجة من القرب تجعله لا يجب عليه فعل الواجبات الفرائض، هذا كفر وإنكار لما شرع الله. لا، الولاية هي إخلاص، هي التقرب إلى الله بما افترضه من الواجبات، وبعد ذلك بما شرعه من النوافل والمستحبات، وقبل ذلك كله الإيمان الصادق وتوحيد الله في العبادة. هذه الولاية، هذه الصفات إذا تحققت في العبد فهو ولي من أولياء الله. واحرص على أن تزيد من هذا من هذه الصفات، قوي إيمانك وثبت عملك الصحيح بالفرائض، واعمل ما شئت ما استطعت من النوافل، عندئذ فأنت من أولياء الله، وليس مجرد دعوة ومزاعم. وبعضهم يقال عن كثير هذا في التاريخ وحتى في الواقع، بعض الناس يزعم أنه الآن موجود في أي بلد كان، ويأتي يطوف بالكعبة وهو هناك، يطوف بالكعبة وهو في بلده هناك، يقول لك هذا من كراماته لأنه ولي من أولياء الله. هو قد تجده لا يصلي، وتجده ليس عليه مظهر من مظاهر الدين، ومع ذلك يزعم أنه ولي من أولياء الله، وأنه يعني تحصل على يديه الخوارق، وأن يعني خوارق العادات، وأنه يحج. سمعت عن بعضهم هذا من العجب، أن بعضهم يقول أنا حج وأنا في بيتي، إيش هذه كرامة من كراماتنا؟ هذه دعاوى باطلة. الحديث يقول أولياء الله، ما إشارة إليه إشارة، ما تقرب إلي عبدي بشيء مما يعني أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل، يعني عمل ويقين وإيمان، وعند ذلك فإذا أحببته صرت وليا له إلى آخره. أما من لا يعمل ولا يعتقد اعتقادا صحيحا ويزعم أنه ولي، فهذا زعم باطل لا عبرة به، وذلك من كيد الشيطان. لعلنا نكتفي بهذا القدر فيما تيسر لنا قوله، تيسر لنا قوله في هذا شرح هذا الحديث العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه،
وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.